جميلاتي في كل مكان، اهلا بيكم. والنهارده حلقه مهمه جدا، هعلمك فيها ازاي تعملي ترميم لشعرك في البيت، ازاي تعالجي شعرك من الشيب المبكر، من الشعر الابيض. طبعا الشعر الابيض احنا عارفين ان هو شعر اصلا متهالك، الشعر الابيض فقد كل تغذيته فبيبقى شعر عنيد جدا متهالك جدا. هعلمك ازاي ترجعي لونه الطبيعي وكمان ترمميه. تابعي الحلقه. النهاردة في الحلقة هوريكي ازاي تعالجي شعرك الابيض، احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده في حلقة ومتابعة معاكو، عشان النهاردة هعرفك عملي ازاي بميكس منتج تشتغلي على شعرك في البيت، تكلفة بسيطة، تعالجي شعرك من غير ما تستخدمي الصبغة ولا الاكسجين ولا الامونيا. احنا عارفين ان احنا دلوقتي بقى منتشر جدا الشعر الابيض حتى على البنات الصغيرة، الشعر الابيض بيبقى بالذات الشعر اللي هو وراثي بيبقى عنيد جدا، بيبقى استجابته لاي برودكتس واي ترميمات ولاي ترطيبات عنيدة جدا، لان الشعر ده بيبقى وراثيا فاقد الميلانين بتاعه الطبيعي. احنا النهاردة هنتكلم على حاجة ازاي نعملها في البيت ونحطها في شعرنا زي الماسك بالظبط، زي حمام الكريم، زي ما بستخدم اي ماسك ترطيبي في البيت واحطه في شعري ويشتغل على حاجة معينة جوه صبغة الميلانين. هي ايه؟ هو هيعتمد على عنصرين، اول عنصر بيشفط او بيمتص الميلانين بتاعك من جوه البيبتايد اللي هو اصلا فقده، يعني الشعرة نفسها ما عادش فيها ميلانين فبقى لونها ابيض وبقت ناشفة وبقت مجعدة، وتقولي لي ده شعري كان ناعم، انا شعري كان افضل من كده، شعري ما كانش واقف وناشف كده. ده عشان الشعرة البيضة فقدت من قلبها التغذية بتاعتها. احنا هنشتغل عليها بطريقتين. اول طريقة ان انا هحطلك مادة تزود التغذية بتاعت المضلة بتاعت قلب الشعراية دي تاني بمادة اسمها الحديدوز، والمادة دي لونها غامق فبالتالي هتغمق لون شعرك، فبالتالي الشكل هيكون ايه؟ ان الشعر واخد الدرجة الغامقة ومش مبيض او مش سيلفر. حاجة تانية انه هيسحب الميلانين او الصبغة بتاعتك اللي موجودة جوه البيبتايد ومش ظاهرة في الشعر عشان يدخلها لك طبيعيا جوه شعرك بالتدريج، فيرجع تاني لون شعرك للون الطبيعي او للون الغامق. هوريك ازاي تستخدمي الماسك ده في البيت بطريقة سلسة جدا وسهلة جدا على الموديل، وكمان هتحسي ان الموضوع بسيط ابسط من اني اشتري صبغة واطبقها، بلس ان كمان هستفيد بالتغذية بتاعت الماسك بتاعي اكتر بكتير جدا من الصبغه اللي انا بحطها كضرر لشعري. يعني انا بستخدم الصبغه مجبره عليها لان شعري ابيض فمضطره اصبغه ومضطره احط امونيا ومضطره احط اكسجين، وما ننساش ان وجود الاكسجين في الشعر هو اللي بيلغي الميلانين، بيأكسد الميلانين ويخليه يتلاشى تماما. يعني لو عندي شعرتين ثلاثه ابيض وفضلت اصبغ فيهم مره في الثانيه هيبقى شعري كله ابيض بسبب الاكسجين اللي في الصبغه. لا، احنا هنعمل ماسك طبيعي جدا مفيد جدا جدا، كل المواد اللي فيه هترمم شعرك وتفيده، وكمان هتخلي درجة الابيض دي مش موجودة خالص في شعرك. حتى لو شعري مش ابيض يا دكتور ممكن استخدمه؟ ممكن تستخدميه، وهوريكي ازاي على الموديل. حتى لو شعرك مش ابيض لانك انت بتدخلي تغذية مباشرة مليانة عنصر زي الحديد جوه شعرك، فطبعا ده هيفيده ويصلبه جدا جدا وهيخليه شكله افضل بكتير من قبل كده. تابعوني عشان نشتغل عملي ونشوف هنعمله ازاي. هوريكو الشعر اهو مغسول ومتنشف، يعني هو مغسول لازم يكون نظيف تماما، مفهوش مادة زيتية مفهوش دهون عشان يشرب المادة بتاعتي والماسك بتاعي، ومتنشف. هي الموديل شعرها مش ابيض، ولكن للأسف انا مش لاقية موديل شعرها ابيض توافق بالتصوير، فمحدش يكتب لي في الكومنت هاتلنا شعر ابيض لان مش كلهم بيوافقوا، بلس ان انتي مش هتشوفي نتيجة الجلسة دلوقتي لان الماسك بيستنى على الشعر من 4 لـ5 ساعات، فكده كده احنا مش بنشوف الماسك بعد ما بيتغسل، ولكن انا هوريكي طريقه التطبيق ودي اهم حاجه. وطبعا دي الشعر ده شعر فيرجن مش معمول فيه، يعني مش متهالك، بس بيتعمل بيبيليس والحاجات اللي هي بتاعت البنات دي بنوتي، وانا بعمل لها شعرها على طول بالترميم اللي انا بقول لكم عليه، عشان كده تلاقي الشعر ماسك والشعر يعني تحسي الشعرايه نفسها قويه مترممه. انا هوريكي ازاي بنعمله، نعملناه كتير معاها قبل كده، يعني حتى السن الصغير هو سيف جدا عليه، ان دي بنوتي وسنها صغير وانا بعمله عليها مثلا مره في الاسبوع كل 10 ايام مره زي حمام الكريم بالظبط. حتى لو حامل لو مرضع كل ده هو سيف جدا جدا،
تمام. انا هاخد خصلة، انا مش بخصل الشعر خصل رفيعة، لا خصلة عادية، خصلة يعني واخدة شوية من الشعر اهو. هرج الماسك كويس لان هو سائل او لوشن، لو حطيتيه من غير المزج او الرج ده هتلاقيه بيطلع ابيض في بني، ابيض في بني. انا عشان رجيته بيطلع لي ده شكله بالظبط زي لون الكاكاو كده بالظبط، تمام. هو هو كريمي سائل شوية. هبتدي اخد الخصلة واسرح عليها الماسك بكمية عادية جدا، مش اوفر، يعني زي ما تكوني بالظبط بتحطي حمام كريم. الخصلة بقى دي شعري العادي، ده خصلة بيضة، شعري ابيض، في كل الاحوال انت بتفيدي شعرك. طبعا هو للشعر الابيض اساسي، هو علاج اساسي للشعر الابيض او للشيب، ولكن لو هعمله على باقي شعري او هعمله للشعر اللي مش ابيض للترميم، فهو مرمم قوي جدا جدا للشعر. زي ما علمتكم قبل كده ازاي نحط حمام الكريم ونمسج الشعر لحد الاخر، عشان الاطراف بتبقى هي اكتر حاجه فيها تدمير شويه للشعرايه وتكسير تقصيف الكلام ده كله. انا بدلك من فوق لتحت اهو، في ثانيه مش هتلاقي الكريم باين او الماسك باين، كله جوه الشعر. وطبعا باخد الجذور كويس جدا عشان الجذور هي بتبقى اكتر شعر ابيض او شايب، وهجيب المشط الطبي بتاعي الخشب اللي انا دايما بستخدمه، وببتدي اسرح الشعر اللي انا حطيت عليه الماسك كده. خلاص اهو زي ما وريت لكم، خدنا خصله خصله لما تبقى كلها من جوه بني خالص، كلها لونها بني. هاخد الخصله اللي بعدها والخصله اللي بعدها لحد ما الشعر كله يتكفر، والابيض الشيب والجذور كلها تتكفر. وبعدين بسيبه من غير لا حراره ولا بروكاب ولا بلاستيك ولا اي شيء، الا اذا انا يعني عملته في مكان ونازله فهلبس البروكاب لحد ما اوصل مثلا نص ساعه او ساعه مش مشكله، لكن في الطبيعي انا بسيبه، لان هو كل ما بينشف على الشعر وياخد الهواء الخارجي كل ما يبقى تأثيره احسن، كل ما بيتأكتف. عارفين لما بنأكتف حاجة كأن بالظبط عنصر الحديد اللي فيه بيتأكتف ويشتغل اسرع وافضل، تمام. وبسيبه على الشعر. لو انا كمان مستعجلة ممكن احط عليه سشوار هواء بارد، هواء سائع. انا مش بعمل حرارة خالص، ببعد تماما عن استخدام الحرارة مع الماسك ده، عكس اي ماسكات ممكن تستخدميها في حياتك. بتحطي كل حاجة تبقى باردة، كل حاجة بتبقى ساقعة على البارد، مش اي حاجة سخنة، تمام. وبسيب الشعر لحد ما يبتدي يتصلب. هو من دلوقتي اهو بدا بيمسك قوي كده، تحسي ان الشعر ده، بصوا منظر الشعرايه دي ومنظر الخصله دي، الخصله دي طبيعيه ومرنه، دي خلاص زي اللي اتجبست. بسيبه 4-5 ساعات وابتدي اغسل الشعر كويس جدا بالشامبو وحمام الكريم او الكونديشنر بتاعي، وهتشوفي نتيجه رائعه. حاجه انا يعني بصراحه انا الشغل ده انا مسمياه حاجه اختراع، يعني هو سحر، حاجه كده مش موجوده، ان انا عملت كذا حاجه في حاجه واحده. شعري اترمم، شعري بيتعالج بنسب حديد عاليه عشان هو متهالك، او انا مثلا بنوته بستخدم حراره كتير، او انا حد كبير وبستخدم صبغات كتير، او واتيفر انا عملت ايه في شعري، فانا برممه وبرجعه لحالته الصحيه الكويسه. تاني حاجه ان انا بعالج الشعر الابيض اللي فشل كل الناس في علاجه، علاج الشعر الابيض من اصعب ما يكون، بعالجه تماما. واخر حاجه ودي اهم نقطه، ان انا ما استخدمتش صبغه، ما استخدمتش امونيا، ما استخدمتش اكسجين، ما استخدمتش الحاجات اللي هي فعلا بتدمر شعري على المدى البعيد وبتقطعه وبتخليه مقصف وبتخليه متساقط. وتجيلي حد يقول لي انا من كتر استخدام الصبغه شعري بيقع، بس انا مش قادره اسيبها، انا ما اقدرش اشوف شعري ابيض، او ما اقدرش ابقى مثلا قاعده في بيتي شعري مفروض لونه ابيض، قاعده مع اصحابي، قاعده مع اي حد. الموقف ده حقيقي مؤلم جدا لاي حد، سواء ست او راجل، بنت صغيره ست كبيره، كلنا مفيش حد عنده قابليه لموضوع ان يسيب شعره في شيب او شعره ابيض. اتمنى تكوني فهمتي الماسك الشعر بيشتغل ازاي، تطبيقه ازاي على شعرك، قد ايه هو سهل، هيغذي شعرك، هيقويه، هيخلي الشعره اللي كانت ضعيفه ورفيعه عشان اتعمل فيها حاجات كيميائيه كتير وبتتقطم، هيخليها متماسكه زي شعر الحصان، هيزود نسبه ويرطب نسبه حديد عاليه في الشعر، وده اصلا مطلوب ان يكون في شعري. الماسك هيبقى مفيد جدا. الجلسه دي بسيطه قوي انك تعمليها في بيتك، حاجه سهله، ممكن تكرريها مثلا كل اسبوع، كل 10 ايام،
طالما مفيش منها اي ضرر. اتمنى تنشري الفيديو ده على قد ما تقدري، اعملي شير، اعملي منشن لاصحابك اللي شعرهم ابيض، الناس اللي هي مش عارفه تعمل ايه غير انها تستخدم الصبغه. ارجوكي ابعدي عن استخدام الصبغه، قللي استخدام الاكسجين في شعرك على قد ما تقدري، وحاولي انك تفيدي شعرك بكل جديد. ودايما احنا معاكم في القناه بنقدم لكم كل جديد.